طيب معي على الهاتف الاستاذ علي السيسي الناقد الرياضي. مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا استاذ الامير. يعني هذا الحدث المؤسف، يعني عفوا المقاطعه، ولكن الاخبار السياسيه ايضا مهمه، ولكن هذا الحدث المؤسف يعني كيف تعلق عليه وما هي زي ما بيهمنا ان تستمر العلاقه بين الاشقاء في مصر والسعوديه متينه كما كانت، يهمنا ان تظل العلاقه بين المصريين صح متينه. يهمنا أن يظل النسيج المصري واحد. يهمنا أن لا يعتدي رجل أمن على شاب أعزل. الناس اللي ماتت بيها أستاذة لميس ما ماتتش ده رايحة تتفرج على ماتش كورة، رايحة تشجع فريقها. هل يليق بنا دولة أن نصل إلى هذا المستوى، إلى هذا الأمر، أن يروح أكثر من 28 واحد ضحية شهيد في ماتش كورة؟ قبل كده راح 72، الدم ده في رقبة مين؟ أنا بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحيل أي مسؤول أو كل مسؤول عن هذه المذبحة إلى المحاكمة فورا. الدم ده مش رخيص، دول أولادنا، دول شبابنا، دول ولاد مصر. ما ينفعش كل يوم دم، ما ينفعش، حرام حرام. هل حضرتك حرام. أنا بقولها بصوت عالي، حرام يا سيدي، حرام يا سيادة الرئيس، حرام. ودير داخليتك بيقتل في الناس كل يوم، ما ينفعش، والله حرام، والله حرام، اقسم بالله حرام. اهدى، طب اهدى استاذ علي، يعني اهدى بس استاذ علي. انا مصري وعم ولاده، ما ينفعش يا استاذ لبيب، ما ينفعش ناس واحد تتفرج على نفسك يا استاذ علي. تتقتل وتموت. انا بطالب بتحويل مجلس اداره نادي الزمالك للمحاكمه، وبطالب محاكمة وزير الداخليه بأعلى صوت. بطالب يا سيادة الرئيس، أنت الضمير، أنت رجل الدولة، أنت الرئيس المسؤول عن هذا البلد. مش هينفع كل يوم يبقى في دم، مش هينفع أبدا. الناس لازم ترجع لحقها، وإلا تكون أنت المسؤول، تكون أنت المسؤول يا سيادة الرئيس. أنا بقول بأعلى صوت، وشكرا لك يا سيادة الرئيس إنك تديني الفرصة. أقسم بالله العظيم أقولها مخلصة، البلد دي مالها الا مصير مسلم. حرام يا جماعه، حرام. مش عايزين نسيس الموضوع، مش عايزين. العيال دي مش رايحه تشتغل سياسه زي ما بيقولوا، لا، رايحه تشجع فريقها. انديه الكوره انديه شعبيه للجماهير يا جماعه، مش للاعضاء اللي دخلوا اعضاء. ست واولادها رايحين يتفسحوا، جماهير الكوره هي المنوط بيها، هي اللي رايحه. طب اهدى بس يا استاذ علي، اهدى يا استاذ علي، انا سمعتك للاخر. اهدى يا استاذ علي، اهدى يا استاذ علي. انا بطالب محاكمة محمد ابراهيم وزير الداخلية. طيب. وكل اللي عملوا الشباب في هذه المذبحة. طيب. حرام، دول ولاد ناس، دول ولاد ناس، دمهم مش رخيص. مش هينفع، مش هينفع. بطالب السيد الرئيس شخصيا ان لم يتخذ موقف واضح لا يكون هو المسؤول. انا بحمله هو المسؤولية، بحمله المسؤولية كاملة. طيب اهدى بقى يا استاذ علي، شكرا جزيلا استاذ علي السيسي.